دلوقتي هتكلم على الفيس ديتكشن باستخدام طريقة اللاندا ماركس، اللي هما 68 علامة اللي قدامنا دول، وبتبدأ بالقيمة 1 دي وبتنتهي عند القيمة 68 دي، وطبعا هي بتجيب منطقة الداء ومنطقة الفم ومنطقة الأذن ومنطقة الأنف ومنطقة العيون ومنطقة الحواجب. وهنشوف دلوقتي الكود مع بعض. اول حاجه هعمل امبورت للمكتبه CV2، واعمل امبورت للمكتبه دي ليب، والمكتبه دي مهمه جدا، لو محدش عارف يسطبها بسهوله شوف شرح ليها، بس هي سهله جدا يعني. ودلوقتي هنبدا نشغل الفيديو مع بعض، وبعد كده هبدا بقى استخدم مكتبه الدي ليب، هبدا استخدم منها الفانكشن اللي بتعمل فيز ديتكشن واحطها في الفاريبل ديتكتور، كمان هستخدم منها الفانكشن اللي بتجيب اللاند ماركس اللي انا عامل عليها الفيديو ده. وعشان اجيب اللاند ماركس انا بحمل ملف كده هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت، واحطه في الفاريبل بريدكتور. دلوقتي هعمل وايل لوب وهتفضل شغالة طبعا معايا لحد ما انا اوقفها بايدي. هبدا اجيب الفريم من الفيديو واحوله لجري سكيل، عشان جري سكيل طبعا هيبقى سريع معايا. وهبدا استخدم الفانكشن اللي قلتلكم عليها فوق اللي هي بتعمل فيس ديتكشن، واحط جواها الجري الوش بعد ما حصل له فيس ديتكشن احطه في الفاريبل فيسز، وهعمل فور لوب تمشي على الفيزز دي واسميها فيز، واجيب منها الليفت قيمة الليفت وقيمة التوب وقيمة الرايت وقيمة البوتوم. ليه بقى؟ عشان ارسم المستطيل اللي هيعمل فيز ديتكشن. اوريكم ازاي دلوقتي. عشان اعمل المستطيل ده اللي بيعمل فيز ديتكشن، تمام. وعشان نرسم المستطيل ده وعشان ارسم اي مستطيل لازم يكون عندي قيمتين، قيمة اللي على الشمال فوق دي وقيمة البوتوم اللي تحت دي، لازم اجيب القيمتين دول وهو يرسم لي المستطيل بتاعي. وهنا في الكود معايا انا جبت طبعا الليفت والتوب والرايت والبوتوم، وسميتهم اكس واي واي واحد واكس اتنين واي اتنين، تمام. وحطيتهم في زر مرتب، اول نقطة اكس واي اكس واحد واي واحد، وتاني نقطة اكس اتنين واي اتنين. يعني كده جبت قيمة التوب ليفت وقيمة البوتوم رايت، هو هيرسم لي المستطيل بتاعي. وبديله فريم وبديله اللون بتاعي وسمك المستطيل قد ايه. وكل ما بتحرك طبعا قيمة الاكس والواي بتتغير معايا في كل نقطة من المستطيل ده، من الليفت والتوب وغايته البوتوم. كده رسمت المستطيل بتاعي، والسمك ده اللي هو كان اتنين هنا، وصفر صفر 255 ده اللون بتاعي. هبدأ بقى أجيب اللاند ماركس بتاعتي، هي بتاخد حاجتين، بتاخد الجراي وبتاخد الفيس. الجراي اللي هو الفيديو بتاعي، والفيس اللي هو وش الشخص اللي حصل له فيس ديتكشن. وهبدأ أعمل فور لوب تمشي على 68 لاند ماركس اللي هما دول،
هعمل فوليو عشان ترسم لي 68 نقطة دول كلهم. ممكن بقى ارسم براحتي اي نقطة انا عايزها، بس انا ارسمهم كلهم. طبعا كل قيمة 68 دول ليها اكس ولها واي، وقيمة الاكس والواي هتتغير معايا كل ما انا بتحرك قدام الكاميرا. ثواني بس عشان اللاب بطيء شوية. هنشوف دلوقتي مع بعض اللاند ماركس بعد ما طبقتها، وهنشوف كلمة الاكس والواي ازاي هتتغير معايا كل ما بتحرك قدام الكاميرا. دلوقتي هو 68 علامة بتوع اللاند ماركس، وكلمة الاكس والواي بدأت كل كلمة تتغير معايا كل ما بتحرك قدام الكاميرا. تمام كده. دلوقتي خلصت اللاند ماركس. وبعد كده طبعا الكلام ده سهل، طبعا بقول له دوست كيو يعمل لي بريك للفيديو. كده خلصت. المهم بس تفهموا ايه استخدام مكتبة الديليب عشان بعد كده استخدمها في حاجات مفيدة يعني. شكرا ليكم.